اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بكابتن النجم الكبير الكابتن شاكر عبد الفتاح، هيكون ضيفنا النهارده وهيمتعنا الحقيقه بكلام مهم جدا جدا نسمعه من الكابتن شاكر. ازيك كابتن شاكر؟ مشرف منور. اهلا كابتن اسلام، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وكل سنه وانت طيب. كان عيد ميلادك من كام يوم. وانت طيب، ربنا يبارك فيك. سعداء ان حضرتك معانا النهارده. اهلا وسهلا طبعا بيكم، ويشرفني وجودي مع حضرتك في حضرة النادي الاهلي. يعني طبعا كابتن اسلام من النجوم الكبار. ربنا يخليك يا كابتن، وكمان اعلامي على مستوى رفيع، فيعني بتشرف ان انا في حضره قناه النادي الاهلي وبكل فخر. يعني شرف لينا يا كابتن شاكر. خلينا نطلع نشوف تقرير سريع عن الكابتن شاكر ونرجع نكمل معاكم. يعتبر شاكر عبد الفتاح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ونادي الترسانة في عصره الذهبي، وصنع تاريخا كبيرا سواء مع ناديه أو في عالم التدريب بعد اعتزال كرة القدم. فبعد مسيرة حافلة مع ناديه ومنتخب مصر، اعتزل شاكر ليتحول إلى عالم التدريب، وقاد العين الإماراتي لتحقيق بطولتي الدوري الإماراتي ودوري السوبر والصعود لدوري أبطال آسيا عام 1997. كما صعد شاكر عبد الفتاح بنادي الترسانة مرتين من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز، ليضرب مثلا رائعا في الوفاء والانتماء لناديه.